طلائع الاهلي وطلائع الجيش 9 نقاط، العلامه الكامله، فاركو وسموحه والاتحاد السكندري والزمالك 7 نقاط، فوزين وتعادل. نعم. بيراميدز والبنك الاهلي 6 نقاط، وبعد كده الاسماعيلي وسيراميكا 4، وفي الاخر تحت هتلاقي غزل المحله كوكاكولا المصري 0 من النقاط، وشرق الدخان نقطه، وامبي نقطه وحيده. طيب ناخد تشكيل الجوله. تشكيل الجوله محمد اشرف كوتا حارس مرمى النادي الاهلي، خط الظهر 4، محمود سيد فاركو، حسن حمودي البنك. عايز اقول ان الاهلي السنه دي ضم حارسين صغيرين. ضم مصطفى مخلوف من الترسانه، وضم حارس اسمه سيحه. برضو انا اتفرجت على الاثنين، انا بحب اتفرج سيحة على بتاع المقاولين. ما اعرفش هو يعني سيحه من المقاولين حارس مرمى 2001. سيحه ده حارسنا من الشرقيه. ما انا ما اعرفش من المقاولين 2001. انا شفته ما اعرفش هل هو حارس المقاولين ولا لا. سيحه حارس المقاولين هو ما. اكيد 2001. مصطفى مخلوف ده كابتن هيبقى احسن حارس مرمى في مصر. مصطفى مخلوف طبعا، بس بعد مصطفى شوبير. بعد مصطفى شوبير ان شاء الله ربنا يوفقه كده وتشوفه نجم كبير. كلهم بيتكلموا عنه كويس. نعم اكيد. محمد اشرف كوتا حارس مرمى الاهلي، خط الظهر 4، محمود سيد فاركو، حسن حمودي البنك الاهلي، عمرو زين طلاع الجيش، ويحيى زكريا مصر مقصه. نص الملعب 3، عبد الرحمن اسيد طلاع الجيش، رضا محمد الاهلي، واحمد رأفت المقصه. قدامهم 2، ادهم الملواني الجونه، عبد الرحمن قوره البنك الاهلي، ومهاجم وحيد صفوت محمد مهاجم سموحه، هو لاعب الزمالك السابق وعمل مباراه رائعه. نعم. في امام نادي الزمالك. لاعب الجوله هو عبد الرحمن اسيد طلاع الجيش، ومدرب الجوله هو الكابتن عمرو انور المدير الفني للنادي الاهلي، اللي بيوصل تالقه للموسم الثالث على او الرابع على التوالي في قطاع ناشئين. النادي الاهلي فاز على انبي 3-1.